لا ندمت هذا الأمانة. أتعب راسكم وصلتنا عليكم والله لو معي موتر الشير إني ما قوم. يعطيك العافية ما اشتعب يا أبو غازي. حنا اللي كلفنا عليكم وتعبناكم وهذا الأمانة اللي وصلتنا. ما كلفت مرة. وبيض الله. أنا جبت عمرك لقيت لي عند رجال هناك وقال لي أنتم طلعوا قلت له أعطنا ستة لقيت عند واحد هناك قال لا في الثمانية تشيلها كلها ولا تخليها كلها. وهو تشيل الثمانية. انتم شباب مراهقين ما تعرفون الكلام هذا كلكم يا هذول مراهقين شباب صغار تاخذون 8 مليار تجرون ليه؟ لا في يا زود اثنين احنا اتفقنا ولا ثلاثة ذم ستة ذم يا ولد وش انا؟ كم ناس الغربة ذلنا 18 لا تدوخنا احنا ما نبحاجة لكم بالعافية وهذا واجبكم مني انا واخوياي الله يغير وجهك الله يغير وجهك ارحبوا يلا حي اهلا وسهلا مرحبا لا ندمت والله عافيكم الله لا يهيكم يكمل حالكم جيت انا والعيال عيالكم وبنيخيكم مرحبا واجب لكم يا هلا البن مرحبا بكم الله يحييكم اللي تفعلونه تستاهلونه مرحبا مرحبا العلم الغانم انتم تسوونه على جناب مرحبا بكم الكبير ونصفي الله يحييكم الله يحييكم وانتم ما جبتوا تعالوا خلنا نسلم على كلو بدر معي والله خيرين والله يحييك الله يبارك فيك والله ما لي معدي